الصور دي يا صديقي مش بتحصل غير مرة واحدة بس في المليون الجزء الثاني. العربية اللي قدامك دي ركنت هنا بالصدفة، وصاحبها لما نزل من العربية لقى ان الخط اللي مرسوم على العربية بيكمل الخط اللي موجود على الارض. انا عايزك تدقق في الصورة اللي قدامك دي شوية كده. انا عارف انك شفته في الاول وش بيضحك، بس الحقيقة ان هي ست لابسة نظارة شمس عادي جدا. اما الكلب اللي في الصورة ده هو اكتر كلب محظوظ، ده الخط بتاع البحر ماشي مع الخط اللي موجود في رقبته. اما الشخص اللي ماسك الورقة ده قفل ملف الحظ كله، لان الفراشة اللي موجودة في الورقة وقفت على مكانها بالظبط.